يقزم وحصر ويحصر في اسم شخص، يرجع بشخص، أي أن هذا الشخص نفترض كله والموت حق، هذو الناس على لازم تلقى رايح ماشي إلى الموت، كل إليها فان. دروك هذا عبد العزيز بوتفليقة ولا التوفيق ولا قدور ولا مش عارف شكون، هذو غا راحين يموتوا. ومن بعد هل المشكلة سوف تحل؟ هل المشكلة مشكلة أشخاص؟ هذا عملية استغباء. لهذا أريد التنبيه على أن القضية والمسألة اسمها الجزائر، هذه الرقعة التي بقيت تحت مجهر العمليات لقرن ونصف وحتى قبل الاحتلال الفرنسي. نود الذكر على أن المسألة كما قلنا ماهيش قضية تتعلق برقعة أو بمنزل أو بقضية شخصية أو بأرض صماء. هذه تتأمل، أنا الجزائر عندما نعرفها، تعريفي للجزائر حقيقة نعرف على أن الجزائر هي الأمل، الجزائر عشرة، الجزائر هي عمر، الجزائر هو ذوبان لكل الطوائف والأعراف، الجزائر هي الدماء التي سالت، الجزائر هي امتزاج العادات في أرض كتب أن تكون بلد المليون شهيد، بلد الأبطال. هذا هو تعريفي للجزائر. الجزائر ليست أرض صماء ولا كبر مساحة، ولا الجزائر هي أمل. بمجرد ذكرها يتبادر إلى نفسي أمل، أمل، لأنه حقيقة الجزائر أمل. الجزائر لا تزال عذراء، الجزائر أرض لم تبنى بعد، الجزائر لم تبنى، الجزائر استقلت لم تحرر بعد، الجزائر حررت لكن لم تستقيل، الجزائر لم تبنى لم تعمر. عمل كبير ينتظرنا. هذه المصالحة وجب عليها تجسيدها. المصالحة هو الصرح المعنوي الذي يمنح للجزائريين الثقة لبلوغ الأهداف. بوجود المصارحة والمصالحة الحقيقية نكون قد وضعنا جدار وصمام أمان للأجنبي وللعدو أيا كان في الداخل وفي الخارج، لاختراق المجتمع ومن اختراق الأمة الجزائرية. لأنه بمجرد وجود شبكة اجتماعية والشبكة والنسيج الجزائري مخرب بهذه الطريقة، والله لن نبلغ ولو اجتمع الساسة على أمور سياسية لن تحل المشكلة، لأن بعدها يبقى المشكل عقائدي، ومن ثم وكل مرحلة وتأتي مشكلة ثقافية، ومن بعدها مشكلة اجتماعية، من ثم يكمن الحل. الحل هو في البعد الحضاري للأزمة الجزائرية، تراكمات عبر التاريخ للأزمة الجزائرية والقضية والمسألة الجزائرية على خلال قرن ونصف من طمس الهوية وطمس المبادئ وطمس كل شيء، جاء بتلك المرحلة. لأنه أنا واحد من الناس لا أستغرب، رغم أني كنت شاب وكنت طالب وكنت ما زلت صغير السن في التسعينات لما حدث عملية اغتصاب الإرادة الشعبية، ونقول عملية اغتصاب أو نسميها اغتصاب للناس اللي راهم يسمعوا في هذا الحديث، أنه الاغتصاب معناه رفض الإرادة الشعبية، باش الناس ما تكونش عندها حساسية من كلمة اغتصاب للإرادة. كاين واحد بعض الناس سمحهم الله يقول لك اغتصاب الإرادة الشعبية هي شيء كبير، لا نسموها بمسمياتها أحسن باش يكون واقع. رفض الإرادة الشعبية، ورفض الإرادة الشعبية نخلي الناس هذو هما اللي يصنفوه في أي صنف حابين يديروه. رفض الإرادة الشعبية أسكو هو جرم أو هو مخالفة أم جنحة أم جناية أم المهم هذا شيء ما يهمش. الشيء الذي يهمنا هو أعمق من هذا. وجود رفض للإرادة الشعبية في التسعينات هذا شيء بديهي وليس أصل المشكل. المشكل كان قبل في سنة قبيل الاستقلال وبعد الاستقلال مباشرة في التصفيات التي حدثت وتلك المؤامرات السياسية. لماذا؟ هؤلاء الأشخاص هم أشخاص آخرين، هم جزائريين، إذن المشكل يكمن في العنصر الجزائري، في الفرد الجزائري. تلك الهوية، هذه الشخصية الجزائرية تفتقد، عندها مشكل حضاري في حد ذاتها. المشكل الحضاري على أنه عملية تفاعل، قابلية الشخص، قابلية الشخص الفرد الجزائري، قابليته لأفراد آخرين في
المشاركة في بناء القرار وصناعة القرار، هذه القابلية وجب علينا تكريسها، لأن المرض يكمن هنا، المرض يكمن في الأصل وليس في الفرع. هذه المظاهر عندما نرى توفيق أو نرى عماري أو نرى فلان قد انفرد بالقرار، هذه الشيء انفرد به في القرار، كان قبل بومدين انفرد بالقرار، كان قبل في أثناء الثورة جماعة وجدة وجماعة معلى باريج طرابلس وجماعة الحدود تونس وجماعة وكذا الشريخ. ونحن نترك التاريخ للمؤرخين، هم أصحابه، هم أهل مكة، وهم وجب عليهم أن يمحصوا الحقائق ويثبتوا لنا. احنا ناس هنا لنشر غسيل تاريخ مضى، لكن لواقع تاريخ. كما نبني نريد بناء ثورة، بنينا تاريخ لثورة عظيمة ولا نشك فيها، هي عظيمة باتفاق وعظيمة عظمة الشهداء الذين سقطوا، وجب علينا أن نبين للناس على أنه هكذا تاريخ، هذا هو التاريخ تاعنا. لأن الأجيال القادمة تريد أن تعرف ماضيها، مستحيل أن الأجيال القادمة تحوس على المستقبل. يأتي يوم أن الأجيال القادمة لما تدرس لما تتوعى تبحث عن تاريخها عن أصلها، ثم تعرف أصلها، ثم تأخذ دروس من دروس الماضي لتكون عبر للمستقبل، من ثم تكون هذه المبادرة للمصالحة الحقيقية التي نسعى إليها ونأمل إن شاء الله لكل أفراد الشعب الجزائري. ونقول ونعود نذكر على أن المصالحة الحقيقية ليست عمل وليست رهان أو ليس رهن أو فرض عين على فئة معينة في الجزائر، هذا خطأ جسيم. المصالحة الحقيقية والمصارحة الحقيقية التي نسعى إليها هي فرض عين على كل الجزائريين، فرض عين وليس فرض كفاية. أقولها ليس لأن هؤلاء كانوا في الحكم أو أن المشكلة سياسية بين فلان وعلان، هم كانوا في مجريات الأحداث، قدر الله لهم أن يكونوا في مجريات الأحداث، قدر الله لهم أن يكونوا في الأزمة وفي بابها وفي فوهة بركانها. لكن عملية الحصول هذه المصالحة الحقيقية وجب عليها أن تمس كافة شرائح المجتمع الجزائري من الحدود إلى الحدود وبكل أطيافها، لأن الجزائر في الأول والأخير تسع الجميع، ولأن الجزائر وجب عليها أن تبنى بسواعد الجميع، ولأن الجزائر لا تعبر لا عن عسكريين ولا عن مدنيين ولا عن ناس الشرق ولا عن ناس الغرب. الجزائر بمختلف جهاتها وأطيافها هي قوة الجزائر في تنوعها، في صلابتها، في تلك اللحمة التي بينها. الجزائر بلد قارة، الجزائر بلد أنا أسميها بالأمة الجزائرية، لأنها إن تحققت المصالحة التي ننشد إليها، أقول لكم سوف ترون العجب العجاب، أترون العجب العجاب، لأن الجزائر لم تقل كلمتها بعد. نسأل الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.